لنقاش هذا الملف الإنساني تنضم إلينا عبر الهاتف من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. أهلا بك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. دكتورة، في ظل درجات الحرارة التي انخفضت في العراق، كيف تبدو أوضاع النازحين في المخيمات مع نداءات متواصلة للمنظمات الدولية بالمزيد من المساعدات؟ يعني مع الأسف الشديد بكل مأساة، بكل ما تعنيه كلمة مأساة، هي هذه الأوضاع التي يعيشها النازحون في مختلف مخيمات النزوح في العراق. يعني الآن درجات الحرارة المنخفضة وصلت إلى حتى تساقط الثلوج، يعني هذا تعتبر أقصى الظروف التي يعاني الآن منها النازحون. أصلا هي مخيمات النزوح لا تصلح للعيش، ليس فيها أي مقومات إنسانية، ليس فيها أبسط الخدمات، والآن ازداد الطين بلة كما يقال بهذه الأجواء الباردة الصعبة، الثلوج المتراكمة، لا يوجد وسائل تدفئة يعني تؤمن حياة واستمرار حياة هؤلاء النازحون في المخيمات، لا توجد خدمات أساسية من ماء أو خدمات صحية ممكن أن تشفي الأمراض الآن التي تأتي مع هذا البرد، أصلا الغذاء يعني غير متوفر بصورة كافية في مخيمات النزوح، إذن ليست هناك أوضاع متردية أكثر من هذه الأوضاع. نعم. أين هي الجهود الحكومية من كل هذه المأساة التي تعيشها أعداد كبيرة من النازحين؟ يعني الأمر واضح أنه لا توجد أي جهود حكومية منذ البداية. على العكس من ذلك، الحكومة تقوم بعملية معاقبة جماعية لكل النازحين في مخيمات النزوح. الإهمال الذي يعيشونه، من هو السبب؟ السبب هو الحكومة. لو كانت هناك حكومة تقدم المساعدات للنازحين باعتبارهم مواطنون عراقيون ويتمتعون بكافة الحقوق، لما وصلت أوضاع في مخيمات النزوح إلى هذه الدرجة من المأساوية. ما تصل للمخيمات النزوح هي مجرد مساعدات من بعض المنظمات ومن بعض الهيئات، لا أكثر ولا أقل. نعم. هناك أنباء عن موجة جديدة من النازحين القادمين من مخيم الهول، أكثر من 30,000 نازح ينتظر أن يعودوا إلى العراق. كيف سيكون مصيرهم في ظل هذه المأساة التي تشهدها المخيمات؟ يعني سوف يكون مصيرهم مثل مصير النازحون الآن في العراق. يعني نحن نعرف جيدا أن الكثير من مخيمات النزوح تحولت إلى مخيمات اعتقال يتم فيها معاقبة المشتبهون بانتمائهم إلى تنظيم الدولة، يعني عوائلهم، يعني نحن نقصد هنا بحرمانهم من أبسط حقوقهم الأساسية، كذلك يتعرضون إلى التنكيل ويتعرضون إلى الانتهاكات، مختلف أنواع الانتهاكات. إذن هؤلاء القادمون من مخيم الهول سوف يعني تستمر نفس فصول المأساة التي يمر فيها النازحون في العراق، سوف تستمر عليهم. نعم. لماذا لا تتم إعادتهم إلى مناطقهم الأصلية؟ ما المانع من ذلك؟ هناك العديد من الدراسات التي يعني تؤكد على العوائق التي تمنع عودة النازحون إلى مناطقهم. نحن نعرف أن نسبة الدمار في المدن التي تعرضت للعمليات العسكرية كبيرة جدا، نقص كبير في الخدمات، المباني مدمرة، الأنقاض ايضا هناك لا تزال في مثلا مدينه الموصل، لا تزال الجثث، لا تزال هناك الجثث تحت الانقاض، العبوات الناسفه، اين هي فرص العمل التي تؤمن حياه النازح عندما يعود الى منزله؟ لا توجد اي فرص عمل، الخدمات الاساسيه، خدمات الصحيه وخدمات التعليم، خدمات المياه، خدمات الكهرباء، اصلا هو العراق يعاني نقص كبير في هذه الخدمات، فما حال المناطق التي اصلا تدمرت؟ هي أكثر من معاناتها أكثر بكثير وتمنع عودة النازحين بالتأكيد.
ما هو دور المجتمع الدولي لمحاولة التخفيف على الأقل من هذه المأساة الإنسانية التي يعيشها النازحون اليوم في العراق؟ يعني المجتمع الدولي أولاً هو أصلاً كان جزء من هذه المأساة التي يعيشها النازحون. المجتمع الدولي أصلاً شارك في عمليات القصف الوحشية التي استهدفت الأحياء السكنية والمباني الخدمات، وتسبب في هذا الدمار. وبعدها يقومون بإطلاق مؤتمرات إعادة الإعمار وغيرها دون أن تكون لها أي نتيجة، خاصة وأن هذه يعني المساعدات والتبرعات التي تصل إلى العراق لحد الآن باعتراف الأمم المتحدة هي قليلة، والأمم المتحدة تقوم بين الحين والآخر بإطلاق نداءات من أجل تأمين مبالغ والتبرع بمبالغ من أجل إعادة الإعمار وغيرها. إذن المجتمع الدولي هو أصلا مشترك فيما يمر به النازحون من مأساة في الوقت الحاضر. نعم. مستشارة المركز العراقي لتدقيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، كنت معنا عبر سكايب من لندن.